نذهب إلى محمد آخر التفاصيل وكيف يبدو المشهد بعد الاستهداف في حارة صيدا. محمد، نعم، ربما ترون خلفي حركة السير مزدحمة في مدينة صيدا، خاصة بعد الاستهداف الذي حصل لشقة في منطقة حارة صيدا. يمكن القول أو ما حصل عند التاسعة أو العاشرة صباحا، حلقت مسيرة على علوم منخفض فوق مدينة صيدا، فوق الغزية، مخيم عين حلوة، تلك المنطقة، ويعني بحدود الواحدة ونصف ظهرا استهدفت هذه المسيرة بصاروخ موجه إحدى الشقق السكنية، مما أدى إلى سقوط 8 ضحايا من عائلة فنيش. يتداول، وهي مصادر غير رسمية، أن المستهدف هو مسؤول أمني في حزب الله، قضى هو وعائلته بهذا الاستهداف 8 أشخاص وجرح، وللتأكيد جرح، حتى هذه اللحظة 25 جريح، بينهم 4 في حالة خطيرة بحسب يعني المصادر من المستشفيات في مدينة صيدا. هذه العملية التي تعتبر أول مرة يتم استهداف هذه البلدة، التي تعتبر من أقرب الضواحي وأقرب نقطة لوسط مدينة صيدا. أيضا لا ننسى أن طيران الحرب الإسرائيلي بعد هذه الغارة قام بغارات وهمية فوق مدينة صيدا على 4 دفعات، ما سبب أيضا حالة من الخوف والذعر. وكما نرى يعني هناك حركة سير كبيرة عند المدخل الشمالي لمدينة صيدا، والسير يتوجه إلى هناك كثير من السيارات يغادرون مدينة صيدا باتجاه يعني شرق أو شمالي نهر الأولي، خاصة بعد أيضا الإنذار الذي أطلقه الجيش الإسرائيلي لإخلاء فوري ل14 بلدة في قضاء الزهراني، في منطقة الزهراني والنبطية. وربما جزء كبير من هذه حركة السير هي لمواطنين غادروا تلك البلدات ويتجهون باتجاه الشمال.